بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب. أيها الإخوة الأحبة، في الحلقة الماضية كنا ضيوفا على الإسراء والمعراج، ووعدناكم أن نكمل الحديث في هذه الحلقة. يا أيها الإخوة، كما تعلمون وكما يتحدث جميع من تحدث عن الإسراء والمعراج، نتحدث عن فرض الصلاة في حادثة الإسراء والمعراج، والحديث فيها الذي يرويها حديث صحيح، وأن الله عز وجل فرض على نبيه 50 صلاة حتى كانت 5 صلوات، فقال سبحانه وتعالى: لا يبدل القول لدي، هي 50 بأجر 50. وانفردت الصلاة بفرضها في حادثة الإسراء والمعراج. صحيح أن القرآن ما فتئ يذكرنا بقيمة الصلاة وأهمية الصلاة وفعالية الصلاة وفاعلية الصلاة، لا شك، لكن بدء التكليف بها كان هناك في السماوات العلى. ومعلوم إن هذا يعني أولا أهمية هذا الركن، وأنه كما وضح الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من أقامه أقام الدين، ومن هدمه هدم الدين. الحقيقة المصلون كثر، فلماذا لا يتغير حالنا؟ والذين يدعون الله عز وجل في صلاتهم كثر، كم دعونا على الصهاينة وعلى يعني من يحتلون أرضنا وينتهكون عرضنا ويستغلون مواردنا وخيراتنا، كم دعونا عليهم ولكن الإجابة لم تزل بعيدة. لماذا؟ لأننا لم نصلي الصلاة على حقيقتها. أيها الإخوة، الصلاة كما يقول الخطباء أيضا وكما يقول الشعراء هي معراجنا إلى الله في كل يوم وليلة، لكن هل عرجنا بأرواحنا حقيقة إلى الله في كل صلاة؟ كم واحد منا وأنا أولكم نبدأ بقول الله أكبر فلا ندرك إلا ونحن نسلم عن اليمين وعن اليسار، وماذا فعلنا بأنفسنا؟ وأنا دائما تحضرني قصة الدرويش البهلول اللي كان عندنا في مسجد الشريعة في جبل الويبدة، والتقى به بعض يعني إخواننا وزملائنا بعد صلاة مغرب، قالوا له: لك هو أنت يعني أنت مجنون ولا عاقل؟ أنت مجنون ولا عاقل؟ قال لهم: وليش، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، اسألوني أسئلة وأنا بسألكم أسئلة، واللي ما بيعرف يجاوب بيكون هو المجنون. والله ما ظلم، هذا منطق عقلاء. قال: طيب تبدأ ولا نبدأ؟ قال: ابدوا احكوا. سألوه هو يجاوب، يسألوه هو يجاوب، بالأخير قال لهم: أنا عندي سؤال واحد لكم فقط، إحنا خرجنا من أي صلاة؟ قالوا: المغرب. قال: طيب ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى؟ ما هي صلاة جهرية. ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى وماذا قرأ في الركعة الثانية؟ ففتح الشباب أفواههم، كلهم ناسيين إيش قرأ الإمام، فقالوا له: والله أثريتنا، إحنا المجانين وإنت العاقل. طبعا قال لهم هو قرأ كذا بعد ما عجزوا، قرأ في الركعة الأولى كذا وقرأ في الثانية كذا. إذن هذا مقياس العقل، مقياس العقل فعلا أن تعلم ما تخاطب ربك فيه، أن يكون قلبك حاضرا في هذه الصلاة. الحقيقة إن لم نرق بفكرنا إلى قيمة الصلاة ورمزيتها الربانية ورمزية العلو اللي فيها، فنحن نرتقي كما المعراج، نرتقي في صلاتنا كما المعراج. هذا الذي ينبغي، وهذا الذي وإلا كثير من المفرطين يصلون، كثير من آكلي الربا يصلون، كثير من قاطعي الرحم يصلون، كثير من المفرطين بأحكام الله، حتى بعض الذين يعاقرون الخمر يصلون. صدقوني صدقوني،
وين؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يا إخواننا، أين نحن من صلاة حقيقية؟ قالوا الصلاة في اللغة هي الصلة، الصلة، ولذلك سميت الصلاة صلاة، وهي الحركات المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، سميت صلاة لأنها تصلك بربك. فما مدى، ما مقدار فاعلية صلاتنا في وصلنا بربنا جل في علاه؟ هذا هو السؤال. لو كان السياسي يصلي صلاة قويمة لما ظلم، ولما ارتشى، ولما كذب، ولما دلس، ولما باع البلاد والعباد. وأنا شهدت كثيرا من المسؤولين الكبار يصلون ويصلون ولا يقطعون فرضا، لكن عند التطبيق، عند التطبيق ماذا يجيبون الله تبارك وتعالى؟ لماذا تصلي وتظلم؟ لماذا تصلي ولا تقيم ميزان الحق في الناس؟ هل ينفعك أن تجيب يا رب هيك السياسة الدولية بدها؟ هل ينفعك أن تجيب والله إحنا مضغوط علينا وغصب عنا؟ إذا كنت غير قادر على تحمل المسؤولية فاتركها للقادر الذي يصلي ثم يتأدب بأدب الصلاة، ثم يترسم طريق الصلاة الحقيقية. والله لن تفلح هذه الأمة حتى تكون صلاتها المتجهة إلى القبلة كسلوكها حين تتجه ذات اليمين أو ذات اليسار أو أماما أو خلفا أو فوق أو تحت. سلوكنا في كل اتجاه يجب أن يكون كسلوكنا ونحن نستقبل القبلة ونقول الله أكبر، لأن الله أكبر يعني الله أكبر من حظوظ أنفسنا، الله أكبر من زوجاتنا وأبنائنا، الله أكبر من الكرسي، الله أكبر من السياسة الدولية، الله أكبر من أمريكا، الله أكبر من روسيا، الله أكبر من طواغيت الأرض، الله أكبر من شهواتنا، الله أكبر من أهوائنا. هذه هي الصلاة. إن لم تكن هذه الصلاة بهذا المقياس وهذه الكيفية فنحن لا نصلي، نحن ولا نضحك على الله، لأن الله عليم خبير، إنما نحن نضحك على أنفسنا. ورب صلاة تلعن صاحبها، تلف ثم تلقى في وجهه كما ورد في الحديث، تستفتح أبواب السماء فترد عليه. هذه الصلاة التي لا يترسم صاحبها خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام فيها. كان زين العابدين رحمه الله ورضي عنه إذا وقف في الصلاة امتقع وجهه واصفر لونه، فيقولون ما بك؟ قال ألا تدرون بين يدي من سأقف؟ أنا بدي أوقف بين يدي أحكم الحاكمين وجبار الجبابرة وملك الملوك جل في علاه. حينما نستحضر إنه نحن نقف لنعبد هذا الإله العظيم، يعني ذلك أننا نلفظ كل شيء خلفنا، وأننا لا نوقر شيئا، وتوقيره جل في علاه حاضر في نفوسنا، وأننا لا نستعظم شيئا أمام عظمته جل في علاه، ولا نقدر شيئا قدرنا لله جل في علاه. هكذا إذا أدت الصلاة رسالتها فينا، إذا أدت الصلاة رسالتها فينا فنحن على صلة بالله، وإلا فإننا نكذب. فهل نكون من العارجين إلى الله تبارك وتعالى في كل صلاة من صلواتنا؟ وإذا زيناها بقيام الليل فإن هذا هو أعظم برهان على ربانيتنا وعلى فهمنا لرسالة الصلاة. أيها الإخوة، الحقيقة أنا ذكرت في الحلقة الماضية رسالة المسجد وارتباط المساجد الثلاثة فيما بينها، لكن اليوم دعونا نعود إلى هذا الموضوع دون تكرار لأقول إننا نتوخى من مساجدنا التي
على رأسها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى نتوخى منها معاني عظيمة وقيم سامقة وراقية. نريد اسمع وعد على أصابعك، نريد الوحدة ونريد التنظيم ونريد الحب ونريد العلم ونريد الجهاد. هذه رسالة المسجد التي يجب أن نركز عليها ونحن نتحدث عن الصلاة، الصلاة التي تكون المساجد عنوانها وتكون المساجد مكانها وتكون المساجد مؤطرة لأدائها. نريد من هذه المساجد وحدة، لأننا نقف متوحدين، نقف صفا واحدا خلف إمام واحد، نقول آمين في وقت واحد، نركع معا حين يركع الإمام ونسجد معا حين يسجد الإمام. إذن هي التي تعلمنا كيف نتوحد في داخل المسجد لنأخذ رسالة الوحدة معنا إذا خرجنا. نعم أيها الإخوة، الصلاة تعلمنا الوحدة والصلاة تعلمنا التنظيم، لأنه إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، يجب أن يكون صفك منظما ويجب أن تكون خطتك في الوصول إلى الله منظمة، يجب أن يكون عقلك منظما وأن يكون سلوكك منظما، لأن الغوغائية لا تأتي بخير ولأن الفوضى تدمر ولا تعمر. ولذلك من رسالة المسجد التنظيم، البلد المنظم الذي تعمل وزاراته على نسق معين ويعمل رجاله على نسق معين وتعمل نساؤه على نسق معين ومحدد ومثبت ومنظم، هذه الدولة التي تنجح. لكن الدول الفاشلة هي التي لا تتبع التنظيم، هي دول الأشخاص، هي دول الكرتون التي ترفع الشخص أو تضعه بناء على قيمته مرة السياسية ومرة قيمته العشائرية ومرة قيمته المادية والاقتصادية، بعيدا عن تنظيم الأمور كما ينبغي أن تكون وكما ينبغي أن تأخذ مسارها الصحيح من غير فوضى وبتخطيط. الأمة المنظمة هي الأمة التي تفعل وزارة التخطيط فيها. نحن نريد من الأمة الإسلامية كلها اللي فيها وزارات تخطيط أن تعطينا كشف حساب، ماذا فعلت وزارات التخطيط في أممنا في الأمة الإسلامية؟ ما هي واجبات وزارة التخطيط؟ هل من واجبات وزارة التخطيط أن تعد جداول في المنح التي ينبغي أن تطلبها؟ يعني الشحاذ التي ينبغي أن تشحذها؟ هل هذه وظيفة وزارة التخطيط؟ أم إن وزارة التخطيط هي التي تنسق العلاقة بين الوزارات وهي التي تنسق العلاقة بين الحاكم والمحكوم وهي التي تنظم الاقتصاد وهي التي تنظم الصناعة وهي التي تنظم التجارة وهي التي تدلنا على حاجاتنا في كل نواحي الدولة وحاكمية هذه الدولة؟ من غير تنظيم ولا نظام لن يكون لنا ريح. ولذلك نجد أن سيدنا عمر بن الخطاب لما فتح بلاد الروم أخذ من أنظمتهم الإدارية، مثلا السجون، نظام السجون، وحينما فتح بلاد فارس أخذ من أنظمتهم الإدارية نظام الديوان وتسجيل الجند والأضابير وما إلى ذلك، لأن الحكمة ضالة المسلم. المسلم ابن النظام، ابن التنظيم وابن التنسيق وابن الخطط وابن المنهجية في هذا كله. وهذا ما يعلمنا إياه المسجد، وحدة وتنظيم وحب. يا سلام، ما أجمل العلاقة التي تنشأ بين المصلين في المسجد وهم يتحابون، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهذا
لا يكون غالبا إلا في ظلال المسجد، فالتجار لا يتحابون لأنهم يتنافسون في الاقتصاد، ولا يمكن أن يتحابوا إلا في ظلال هذا المسجد. والله إنا لنجد طعم الحب، ونحن اليوم مصابون بآفة الكورونا ونفتقد واحد من المصلين، نتصل به: وينك يا أبو فلان؟ فيقول: والله أنا عملت فحص كورونا وطلع إيجابي، وهيني قاعد في الدار. والله تحترق قلوبنا ونبتهل إلى الله في الليل وفي النهار أن يشفي أحبابنا وإخواننا الذين كانوا يصلون معنا وافتقدناهم لأجل هذا المرض. ولذلك هنا تظهر المحبة، هنا تظهر الإلفة، هنا تظهر الأخوة الحقيقية التي لا يصنعها شيء مثل المسجد والعلم. العلم هو عنوان المسجد، فالمسجد هو الذي نبتت في ظلاله اقرأ وأخوات اقرأ. المسجد هو الذي انطلقت منه حلقات العلم، الحديث والفقه. المسجد هو الذي انطلقت منه الكتاتيب التي علمت مشايخنا وعلماءنا. المسجد هو الذي كان يشهد دروس الإمام مالك ابن أنس الذي يقول لأصحابه: كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدرس بجواره. هذه هي رسالة العلم التي يؤديها المسجد. ما زال في الحديث بقية، لكن بعد هذا الفاصل فلا تذهبوا بعيدا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب. قلنا المسجد ورمزية المسجد تصنع الوحدة وتصنع التنظيم وتصنع الحب وتصنع العلم. العلم الذي مكانه الحقيقي المسجد. وكطرفة طرفة، سئل أحد علماء اليمن القدامى: وما تأخذوها علي؟ هي طرفة وأنا أؤمن بأهمية الجامعات اليوم وأنا أستاذ جامعة. قالوا له: يا شيخ، ما الفرق بين تعليمكم في القديم وتعليمنا المعاصر؟ فقال: كالفرق بين الذكر والأنثى، أما نحن فكنا ندرس في الجامع، وأما أنتم فتدرسون في الجامعة. صحيح أن ضرورات الحياة هي التي أملت ظهور الجامعات وخروج هذه الجامعات من حدود المسجد، لكن سيظل كلام هذا الرجل دقيقا إذا ابتعدت جامعاتنا عن أدب جوامعنا. إذا الجامعة لم تتأدب بأدب الجامع فهي شيء مستقبح، وأما إذا تبعت رسالة المسجد الجامع فإنها بنته الشرعية، وإنها على بركة الله تؤدي بل تكمل دور الجامع الذي كان. وأخيرا في رمزية المسجد وإشارته إلى هذه الأمور: الوحدة والتنظيم والحب والعلم، نختمها بالجهاد. الجهاد هو الذي كان يعقد محمد صلى الله عليه وسلم لواءه في المسجد. وهؤلاء المجاهدون إذا لم يكونوا متأدبين بأدب المسجد، إذا لم يكونوا من أهل الصلاة والصلاح والفلاح، فلن ينتجوا. الجيوش اللي فيها المنافقين، والجيوش اللي فيها العلمنة، والجيوش التي فيها الابتعاد عن بوصلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي جيوش خائبة، هي جيوش خائبة. ولذلك الجهاد منطلقه من المسجد، وكان ماديا ينطلق من المسجد، الآن معنويا نريد من جيوشنا وهي خريجة المعاهد العسكرية، خريجة المعاهد العسكرية، نريدها أن تتحدث بأدب المسجد وأن تتخذ أدب المسجد ديدنها وبوصلتها، لأن كل جيش لا يتتلمذ على أدب المسجد فهو جيش خاسر ماديا ومعنويا. يا أيها الإخوة، الصلة بالله تعالى تعني صلتنا بكل فضيلة وبعدنا عن كل رذيلة، وهذا من رسالة الصلاة.
لأنه كما قلت لكم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لابد أن تتحول هذه الأمة إلى فهم عميق للصلاة. أنت أيها الطبيب إذا أحسنت أداء رسالتك والله أنت في صلاة، يا أستاذ الجامعة إذا أحسنت أداء رسالتك فأنت في صلاة، أيها التاجر إذا صدقت في تجارتك فأنت في صلاة، أيتها الأم المربية في بيتها إذا نصحت لطفلك وأرضعته لبن الهدى فأنت في صلاة، أيها الأب الذي يخرج مبكرا لتحصيل رزق عياله إذا أتيت برزقك من حلال فأنت في صلاة، أيها الجندي على الثغور إذا أحسنت القيام بحراسة بلدك وأمتك وجيشك وأمنك فأنت في صلاة. الصلاة الحقيقية أن تصل حبالك بالله عز وجل، والصلاة الاصطلاحية هي أن تحافظ على الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في جماعة مع آداب هذه الجماعة. نعم أيها الإخوة الأحبة، فلنكن جميعا مصلين، كل في مكانه وكل في تخصصه، لأن من ترك الصلاة في هذه التخصصات فقد ترك الإخلاص وقد ترك البوصلة وقد ضل وتاه وضاع، نسأل الله العافية. الحقيقة حتى المنافقين يصلون أيها الإخوة، كانوا يحضرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المحك في الحياة العملية، فهل أنت ممن يفون بحقوق هذه الصلاة أم من الذين ينكصون إذا لم يرهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كانت أثقل الصلوات على المنافقين الفجر والعشاء، لأنها كانت في يعني عتمة وكانوا يغيبون عنها لأن النبي لا يراهم، لأن النبي لا يراهم. أرأيت إنها تحتاج إلى إيمان حقيقي وباعث صادق عليها إذا كنت تريد أن تحصل جواز سفر الإيمان الحقيقي. إخواني وأخواتي، حدث الإسراء والمعراج عندما علم به أهل مكة جميعا وقفوا موقفين، أما المؤمن المسلم الصادق فقد ثبت وصدق، ويومها اغتنم المشركون الفرصة وقالوا اليوم ننال من إيمان أبي بكر. أبو بكر اللي دائما مع النبي ومصدق النبي، يا أبا بكر أرأيت ما قال صاحبك؟ قال وماذا قال؟ قال إنه يقول إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد في بعض ليلة. قال ولم لا أصدقه؟ قالوا وكيف؟ قال أيها الأغبياء أيها الحمقى، أصدقه بخبر السماء يأتيه في كل يوم وفي كل لحظة، ولا أصدقه بذلك؟ لا أصدقه برحلة، رحلة واحدة، طب ما هو وحي السماء طالع ونازل، كيف لا أصدق؟ أنا أؤمن بهذا، فكيف لا أؤمن بمجرد رحلة واحدة؟ ففوت على المشركين هذا. ودرسنا هو أن المسلم صاحب يقين، من ذلك الوقت صار يسمى أبو بكر الصديق لكثرة تصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. على مثل هذا ربي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن من بعدهم. ما بصير والله كل ما يجي واحد يشككنا بحاجة، والله يمكن، أين إيمانك؟ أين ثقتك بهذا الإسلام؟ أين ثقتك بهذه الرسالة؟ أين ثقتك بنبي هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم؟ مطلوب منا أن يكون إيماننا قويا، فنصدق بكل ما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله. أسيبكم من هؤلاء المجرمين الذين يشككونكم بأحاديث النبي، فوالله إن الحديث الصحيح اليوم
تصل إليه بسهولة ما بعدها سهولة، بشوية نقرات على جهاز الكمبيوتر بتاعك، تعرف الحديث الصحيح، تعرف الحديث الضعيف، تعرف الحديث الصحيح لغيره، وتعرف الحديث الحسن لغيره والحسن لنفسه والصحيح لنفسه. علماؤنا تعبوا تعبا شديدا على الحديث، ولا تحكم عقلك إذا صح الحديث سندا ومتنا، فلا تحاول أن تهلك نفسك عن طريق تبعيتك لعقلك القاصر. من الذي قال لك أنه أنت صاحب عقل كامل؟ وعلماؤنا أجابوا عن كل سؤال في الحديث، أجابوا عن كل سؤال. وما هؤلاء المرجفون وما هؤلاء العابثون إلا قوم يريدون أن يشككون بديننا. فإذا شككنا بالحديث الشريف ذهب الدين كله. الحديث هو الذي يبين لنا القرآن. أرني في القرآن كم عدد ركعات العصر، أرني في القرآن كم عدد مرات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة، أرني في القرآن أركان الصلاة ومبطلات الصلاة وسنن الصلاة وواجبات الصلاة، أرني. القرآن أضرب عن هذا كله وأمر بالصلاة، وترك للنبي بيان كل ما يتعلق بالصلاة بعد ذلك. أفا تبتعد عن الحديث الشريف لتبتعد عن القرآن، لتكفر بالقرآن في المحصلة؟ انتبهوا، وينبغي أن تعوا هذه الجريمة الكبرى وهذه الحقيقة المؤامرة العظيمة التي تحاك لإبعادك عن القرآن. لكن هم مش قادرين يقول لك اكفر بالقرآن، هم يبعدون ثقتك عما في السنة النبوية لكي تكون الطريق إلى فهم القرآن مغلقة في وجهك. هذا هو الذي يريدون، ليقضوا على الإسلام قضاء مبرما. لكن الله من على هذه الأمة بعلماء نورانيين عظماء يردون كيد الكائدين وشبهات المشتبهين الذين لا يخافون فينا ربا ولا يرعون ذمة ولا دينا. أيها الإخوة الأحبة، الحقيقة إنه الصدق هو ديدا هذا الدين، والحقيقة أن الإنسان إذا كذب فاشتهر بالكذب فإنه لن يصدق له خبر حتى لو كان صادقا. فقد اشتهر نبيكم صلى الله عليه وسلم بالصادق، فكان حتى قبل أن يدعى نبيا وقبل أن تنزل عليه الرسالة كان الصادق الأمين، فظل على هذا الديدن حتى لقي ربه تبارك وتعالى والقدوة الحسنة. فلقد صنع نبينا صلى الله عليه وسلم في أصحابه بالقدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا بالقدوة الحسنة. نتم الطريق لسيادة هذا الدين وإعادة هذه السيادة كما كانت. يا أيها الإخوة، كيف نحتفل بالإسراء؟ لا بد أن نحتفل بالإسراء عناية برسالة المسجد، لا بد أن نحتفل بالإسراء بالمحافظة على سيادة المسلمين على سائر الأمم، فهم أمة سيد السادات صلى الله عليه وسلم. نحتفل بالإسراء بالإقبال على السيرة للفهم والتطبيق، فإنك إن لم تعرف سيرته عليه الصلاة والسلام فلن تحبه كما أحبه أبو بكر، فإن لم تحبه لم تكن جنديا لدينه ودعوته. نحتفل بالإسراء والمعراج كما احتفل صلاح الدين رحمه الله بتحذير الأمة من الفرقة، وبالعناية بالمسجد الأقصى، وباتباع خطة لتحرير هذا المسجد، وبالصدق في تحمل الحكومات المسلمة لرسالتها ونهجها وما أعطاها الله عز وجل من إرادة لكي تكمل الطريق، تكمل الطريق في سبيل فتح المسجد الأقصى. وبدون فتح المسجد الأقصى لا احتفال
وكل احتفالاتنا ستظل زائفة وكاذبة حتى يعود الأقصى إلى ألقه. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك قريبا. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.